يلا تعال هنا. كله فعلا اللي هيوقع المي. بالنسبة للبوري بيتاخد طبعا بالمزرعة، بيتنضف الأول في أحواض، وإذا كان في عالق طيرة أو حاجة في الأغشيش وبتتشال، بعد كده بنسيبه يجف شوية، بعد كده بناخده ندخله المعمل عندي. الناس اللي هم مختصين بالموضوع بيرصوا السمك في غرفة فيها تكييف درجة حرارته 20 أو 30، ويقعد السمك لمدة 3 أيام. بالنسبه للرنجة طبعا سمكة الارنج دي بتيجي من هولندا مستورده، لان احنا ما عندناش في مصر هنا سمكة الارنج. بناخدوها وبنبلعوها طبعا زي الفسيخ بالظبط، بياخد لبوزه 3 ايام في التمليح، بعد ما يتملح بيطلع يجف بره، يجف على العربيات تورلات اللي بتدخل الفرن لمده يوم او يومين، بعد كده بتدخل الفرن بنولع نشاره الخشب إذا كان خشب ليمون أو برتقال، وبتتحط أسفل العربيات وبنقفل على الفرن، تاخد لها فترة 12 ساعة تدخين على البارد. سمكة الارنج ليها فيها نسبة دسم عالية، فلما تدخل الفرن بتشعر بالسخونية بتاع الشعرة، المسامات بتاعتها بتتفتح وبتخر الدسم بتاعها، ينزل الدسم بتاعها على جلدها بيخليها اللون الذهبي اللي هو المحبب للعين.
سمك الفسيخ لما بيتملح بيخس التلت على طول. اي سمك بيتملح بيتصفى وبينزل السوائل بتاعته بتنزل والدم بينزل، فبالتالي بتخف. الكيلو بيخس التلت على طول. فانت الباظ بتحط بعد كده نسبة ربحك ونسبة الخسية اللي عندك وبتنزل. وبعدين في نقطة، انت بتنزل ليك فقط، انت بتعمل لمحلاتك فقط، ما بتعملش لحد تاني. حاجة تاني مع الطلب يا حاجة؟